يا صباح عسل وصباح سكر وصباح هنا وصباح وردة وصباح فل. النهارده بقى نبدأ روتين من بتاع زمان بقى، اللي هو التشجيع بقى والاكل بتاعنا. استنى اعمل النهارده فراخ وورق العنب اللي احنا كنا مفرزينه سوا، هحطهم في الحب. هسيبهم بقى يفكوا مع نفسهم وتعالوا اعمل فطار. بما ان انا يعني دايما اشجعكم على الدايت والفطار الخفيف، انا بقالي يومين مدمره الدنيا بصراحه، فهفطر فطار عادي. هعمل نص سندوتش بجبنه وكوبايه شاي، فطار عادي. انتوا عارفين ان انا بعيش بعيني العيش في الفريزر وبطلع كده على قد، ما بيحصلوش اي حاجه. طلعي بقى رغيف، طلعي رغيفين براحتك اهو. اللي بيسالوني بقى بتسخني العيش ازاي، انا اشرب بكيس في عادي جدا والله، ولا بيحصل له اي حاجه. اهو في الميكروويف اهو، تعالوا مفيش 30 ثانية وخلاص. كل انا عملت الشاي عايز اطلع لعبة الجيم. طري جدا اكنك لسه مطلعه من الفرن. عايزه اوريكم المنظر اول ما بفتح، ينزلوا كده زوم بقى لجوه. بصوا، كان نفسي بطماطمايه بس للاسف مفيش طماطمايه. حته الجبنه كده، بصوا دي جبنه مش شايفين عامله ازاي بحلاوتها. بصوا تعالي، حته الجبنه وكوبايه شاي بالدنيا وما فيها، والنعمه بالدنيا وما فيها. عايزه اوريكم بقى العيش عامل ازاي، اكنك لسه جايباه من الفرن دلوقتي حالا اهو. اعمل لي نص رغيف كده واسيب الباقي كده في الكيس. بصوا ريحه الجبنه قلب البيت والله، والله ريحه الجبنه قلب البيت. كان نفسي بقى في طماطمايه، ما عنديش ولا طماطمايه. هقعد بقى في البلكونه دلوقتي، اي حد يعدي كده ولا اي حد يعدي كده بيبيع طماطم بيبيع خضره اي حاجه. خدي بالك بقى العيش ده على قد ما هو حلو على قد ما هو بينشف بسرعه. تعالوا هناكله في البلكونه. طبعا عايزه اقول لكم البيت مكركب والدنيا مقلوبه، وبصوا المنظر عامل ازاي، والدريسنج برضه متبهدل. تعالوا بقى ايه، يا صباح الجمال، يا صباح الحلاوة، يا صباح الدلع. تعال بص، طبعا انا كان علي باين بيشرب شاي بالليل او انا مش عارفة، لا انا كنت بشرب شاي بالليل. اقعد بقى كده على الكرسي بتاعي، شوفوا الارض الشلبة عشان بيزرعوا زرعين. عايزه اقول لكم الدريسنج اتبهدل بهدلة السنين. بصوا مش عارفه اوصف لك، فيه هدوم على الارض وهدوم هنا وفي هدوم عايزه اغسلها، وبصوا في هدوم نشراها، والسرير مقلوب، والدنيا هنا مبهدله اخر بهدله. فانا ايه، قلنا نتشجع كده ونتنشط. عمال ما الفراخ تفك، افتح المايه وندقوا والنبي معلش، عمال ما الفراخ تفك والورق العنب يفك، نكون احنا اشتغلنا هنا وتنشطنا وعملنا شويه شغل جامد. عايزه اقول لك الدنيا مقلوبه 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 مقلوبه. فنظبط كده ونشغل الليله دي ونلمع الدريسنج كده ونخلي الدنيا زي الفل. يلا بينا، يلا بينا.
نسمي بالله ونصلي على النبي ونبدأ بقى نشجع ونتنشط ونقوم نعمل نقلب الدنيا عليها وطيها. بصوا انا عندي حبة حاجات كده زي ما انتوا شايفين، طبعا صوت المروحة هجيب هوا عليكم، بس معلش الجو حر جدا مش عارفة في ايه. المهم بقى دي الهدوم بقى، بصوا احنا لما بنيجي نغير هدوم بنقلع هدوم مش عارفة ايه، فبحط هدوم على الكرسي، بلميت الغزير نحطه هناك على الكرسي، فالدنيا عندي مكركبة شوية في الدريسنج، والدريسنج بالذات مش دولاب عادي، يعني هي مش أوضة نوم عادية، ده الدريسنج ده لازم يكون 24 ساعة متظبط. دي من عيوب الدريسنج، ان انت لازم تكوني على طول 24 ساعه كل حاجه في مكانها، وتظبطي كل اول باول، فعشان كده دايما لازم تحافظي عليه. بص شويه الطرح اللي النهارده جاي، شويه حاجات يعني فوق ما تتخيلوا، في اخر الفيديو جاي شويه كوليكشن يعني فوق ما اوصف لكم الجمال والحلاوه والشياكه. جبنا هدوم العيد، وعيد كل عيد وانتم بخير وبصحه وسلامه. بصوا بقى انا كده بطبق الهدوم اللي ازاي انت لابساها ده منين يا نشوه. بصوا كل الحاجات اللي يعني اغلب اللي انا لابساه واغلب اللي انا هعينه دلوقتي من عند علا منصف الحياه شوبنج، هحط لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت تحت، والحاجات اللي احنا جبناها منها حاجه العيد والهدوم والازاي اللي انا لابساه والازاي الاسود اللي انا مطبقاه والجردي اللي انا ماسكاه دلوقتي في ايدي والثلاث طقم اللي انا طلعت لكم بيها في اول الفيديو، هوريه لكم تاني في اخر الفيديو بالتفاصيل. والطرح اللي انا لابساها دي من عند علا منصف، والبخور اغلب انواع البخور اللي عندي من عند الحياه شوبينج. انا انتوا عارفين طبعا انا قلت لكم كتير بجيب كل حاجتي من عندها، مش عشان احنا اصحاب، لا هي عشان حاجتها حلوه فعلا بالفعل يعني، ولو حتى لو احنا مش اصحاب وحاجتها مش حلوه مش هجيب منها، ما انا ليا اصحاب كتير كتير كتير، مش اكيد مش بشتري منهم كل الحاجات، ما في محلات كتير بتبيع يعني اصحابي، بس مش شرط يعني فاهمه، فانا بحب حاجتها وبحب اشتري من عندها. والطرح اللي انا بطبقها دلوقتي دي كلها من عند ايه الحياه شوبينج. بصوا بقى هتعملي ايه النهارده يا نشوى، انا النهارده عايزه اروق كده الاوضه بتاعتي دي، وعايزه اقول لك على حاجه يعني نصيحه مني والله العظيم بجد، عارفه انت لما بتبقي قاعده كده بينك وبين نفسك مكتئبه وزهقانه، قومي خرجي الطاقه اللي عندك في اي حاجه في الشغل، قومي خرجي الطاقه اللي عندك في الشغل. يعني عايزه اقول لك ان انا النهارده في الفيديو اللي انا بمنتجه لكم دلوقتي انا كنت دايخه وعندي دوخه وتعبانه وهبطانه، ويمكن اكون يعني كنت هقع، بس الحمد لله قمت وقفت واشتغلت وقلت لا مش هبقى قاعده كسلانه، مش هبقى مش عارفه ايه، مش هستسلم للتعب، هقوم واتحرك واتنشط. اولا انا صاحيه متاخر، ويمكن ده كمان من ضمن الاسباب ان انا مش مبوظه يعني، باكل بس باكل يعني باكل عادي، مش عامله بقى في دماغي نظام رجيم ونظام اكل خفيف وكده، لا قلت اليومين دول لما عشان اصحابي كانوا هنا بقى من السفر وكده وقاعدين معانا، فبناكل على طول سوا وبنغدى سوا وبنتعشى سوا، فاغلب الاوقات بناكل اكل عادي، فمش عارفه قادره ان انا احافظ على الرجيم، ودي حاجه ان انا فعلا نفسيا مش حابه اعمل رجيم بقالي من يوم ما اتوزنت ولحد النهارده الاربع اهو، الاربع تلات النهارده التلات وانا مش قادره، فاكلت عادي نص رغيف ووصلت العمليه. المهم ما رضيتش ان انا اياس واقعد واكسل وما اعملش، لا قومي اتحركي كده واتنشطي، حطي اي حاجه. بصوا انا ماسكه التليفون دلوقتي بشغل اي حاجه تشجعني، اي حاجه انت بتحبي تشغليها، تشغليها دعاء، قران، خطبه، اغاني، اللي انت ترتاحي ان هو يشجعك وانت بتشتغلي. ان شاء الله حطي كده الموبايل بتاعك كده زي ما انا حطاه على التسريحه او على الكومودينو او على الرخامه بتاعه المطبخ، وشغلي البت اسمها عالم نشوه كده، بنت حلوه كده بتقعد ترغي 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 اعملي لها لايك كده وشغلي الفيديو واشتغلي معاها. حلوه دي، حلوه دي. احنا في اغلب الناس بيعملوا مسابقات للقنوات، احنا النهارده يا جماعه عاملين مسابقه للقناه، قناه حلوه قوي 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 بجد، انا بنصحكم ان انتوا تتابعوها، لان انا بجد يعني كنشوه والله العظيم بحب اتفرج عليها جدا، تشجعني وبتنشطني وعندها المحتوى بتاعها حلو جدا، انا بحبها سبحان الله، وهي بنت عسل كده اسمها نشوه، اسمها عالم نشوه، خش عندها اقسم بالله انا ببنتج الفيديو وفي علي قاعد بيبص لي مفكرني بدعم قناه، قاعد مبرق هو في ايه؟ هي بتدعم مين دي البت دي؟ لا عالم نشوه تستحق الدعم، تستحق الثقة، وتستحق الثقة. بصوا عايزة اقول لكم ان دي حاجات كده بيت كنت انا جايباها وعندها في الكيسة كده، هدوم بيت جايباها كنت جايباها ليا بس ما لبستهاش، حطيتها في الكيسة تاني وعندها في الدولاب، عشان ايه دي انا هبعتها هدية لحد غالي عليا. ودي بقى شويه العبايات بقى طبقتها وعنتها، والبدلات بحطها في الدرج اللي هناك، والطرح بحطها في الدرج اللي هنا، والبندات اللي لولو جايبها لي كل العلا الحياه شوبينج جايبها لي بحطها، والشنط اللي انا كنت مطلعها دلوقتي بتاعت الحياه شوبينج كده. يعني انا جبت لكم كل الحاجات اللي انتوا بتسالوا عليها اغلب الاوقات، والاستلات دي كلها، والاستل الاسود اللي انا طلعته في اول الفيديو كنت بطبقه وعلقه في اللي هو فيه خط فضي، ده من احلى الاستلات اللي عندي، كمان ده من عند علا منصف، هحط لكم اللينك زي ما انا قلت لكم، لان جايبه لي منها جايبه منها حبة حاجات في اخر الفيديو هوريها لكم.
المهم اول ما تصحي كده خرجي بقى الطاقه السلبيه وافتحي الشباك ودخلي الشمس على السرير. يعني عارفين يا بخته اللي احنا من بخته، لا انا يا بخته اللي الشباك اللي الشمس بتيجي على سريره. والله انا بالنسبه لي هو ده البخت، احب الشمس كده تيجي على السرير كده تحمص السرير وهو مكانه. يعني انا بحب دايما الشباك يجي على السرير، افتح كده الشباك يدخل الشمس على السرير من غير ما تشيلي مراتب ولا تشيلي اي حاجه، يا دوب بس بتعدي المنايه وحطي كده المخدات على الشمس كده اللي انت بتنامي عليها، وكده خلاص خلصت الاوضه وظبطتها، وهي كده كده ما كانش فيها غير شويه الهدوم، ونادين هتيجي كمان دلوقتي تصحى تظبطها لي كمان اكتر مني. بصوا بقى انا ايه قمت طبعا بعد ما اشتغلت واتحركت وقعدت بقى وفطرت، حاسه ان انا ناقصني حاجه، قلت انا هقوم اعمل فنجان قهوه عشان اروق على مزاجي، مش لازم بقى الوقت كله شغل شغل، لا بناخد استراحه كده ايه هدنه كده في النص او بريك تسموه اللي تسموه، معلقتين قهوه بتوعك المحوجين وحبه اللبن الحلوين وحطهم كده في الكنكه دي اوكا حلوه حلوه قوي قوي، اي حد مش بيعرف قهوه يعملها، بس انت كتري لها سنه بن وخلاص وشغليها حلوه جدا. عمال ما هي تشتغل هي ما بتاخدش ثواني، بس انا ايه بلف بس كده لم الدنيا. الفوطه دي بتاعت الجيم بتاعتي بتحطها يا نشوى مع فوطه المطبخ ليه مش عارفه، عشان هي فوطه صغيره فبحطها هنا مع اني فوطه الجيم. والله صوروا انا كان عندي ميعاد للجيم النهارده، انا ما روحتش ليه؟ يلا خير، لا ده مش النهارده ده بكره، نخليها الخميس ان شاء الله باذن الله. بصي بقى عشان ايه يعني اظبط المود بتاعي، قمت جايبه كده قطعتين شوكولاته كده وحبه قهوه، عمال ما القهوه تكون طلعت اكون انا ايه في مفرش كده، انا ما عنديش مفرش للسفره والسفره شكلها وحش قوي بصراحه والدهن بتاعها بايظ وحالتها صعب، فحطيت لها كده ده عايزه اقول لك دي طرحه كبيره والله، كنت عايزه بس الفها لفه واظبطها اكتر من كده، انا حطيتها كده بس كده عشان اشوف شكلها من بعيد يعني، لان كمان الورد اللي في الكرسي فيه موف، فقلت مؤقتا عمال منزل اشتري مفرش للسفره لاني يعني ما عنديش مفرش للسفره. كده القهوه اتعملت بقى ونعمل المزاج مزاج المزاج المزاج، يعني هو ده الدلع كله. شوكولاتايه شوكولاته صغنطوطه صغنطوطه جدا وحبه القهوه بتوعك، واقعدي بقى هنا كده بموبايلك بتليفونك كلمي اخواتك كلمي حد، اقعدي ارغي اقعدي مع نفسك استقنياصي كده مع نفسك وكل الشوكولاته وتدلعي بقى. خلاص تعالوا بقى بعد ما قعدنا وانتخنا نقوم بقى نخش نشوف هنعمل ايه النهارده في المطبخ. طبعا احنا النهارده واخدين كده جرعه من النشاط وقلنا بقى نرجع الروتينات بتاعه زمان والتنظيف والترويق، وطبعا اهم حاجه من بتاع زمان ايه المحشي، محشي زمان النهارده هنعمل النهارده حله ورق عنب، وهنعمل فراخ بالبصل طاجن فراخ بالبصل، دي مهما وصف لك حلاوته وكميه السكر على البهارات على طعم الفراخ بتحسي ان انت يا لهوي على طاجن الفراخ بالبصل، يا لهوي على طاجن الفراخ بالبصل. انا دلوقتي كده قلت اما اخرط بصلايه عشان نعملها للمحشي على طول في الحله على طول، وننجز كده ونعمل ايه البصلايه في المحشي على طول. نولع كده بقى البوتاجاز ونحط كده حبه زيت وبعدين ايه على البصله ونسيبها كده تغدل مع نفسها تدبل مع نفسها. وتعالوا بقى نعمل الطماطم بتاعه التسبيكه، جبنا الطماطم كده ورحنا عند الحوض غسلنا طماطميه طماطميه وبعدين نحطها في الخلاط ونشغل عليها الخلاط كده. تعالوا ناخد الخلاط هناك كده وناخد ايه نشغله، هنشغل بقى الخلاط اهو وسيبه بقى شغال. وتعالوا هجيب ايه كمان، عايز اجيب معلقه ثوم ومعلقه هريسه شطه، احط كده معلقه الثوم على البصل اول ما بتدبل ومعلقه هريسه شطه حاره، انا بحب المحشي مشطشط سنه يعني مش قوي بس مشطشط سنه. قلبي بقى كده ريحه الثوم وريحه هريسه الشطه والطماطم حاجه كده تستاهل بقك، وننزل عليها بالطماطم هحط لها شويه ملح بس. ليه يا نشوى ما تحطي ملح من ده انت يعني مش حطيتيش هملايا ليه؟ عارفه لو تيجي ان انا مكسله الف الملح هتضحكوا عليا. سبتها بقى كده تسبك مع نفسها، وتعالوا بقى ناخد الفراخ نقطعها تقطيعها حلوه عشان نعملها في الطاجن. الفراخ دي انا اللي مربيها انتوا عارفين، يمكن ما عادش الا فرخه واحده وخلاص التربيه بتاعتنا خلصت، فحجمها كبير زياده عن اللزوم فبقطعها يعني ايه تقطيعها اكتر من تقطيع الفراخ العاديه. يعني انا بصي بطلع كده الورك لوحده واسيب كده اللي هي الحته اللي في النص دي فيها شويه لحم كده عشان برضو في ناس يحبوا ياكلوها. ونطلع بقى الصدر، الصدر هنقسمه على كذا حاجه، طبعا الصدر كان صعب في تقطيعه شويه ان كانت لسه متلجه على فكره، يعني هي كانت لسه متلجه معانا. نقسم كده الصدر اتنين، ويعني جهه واحده من الصدر بقسمها اتنين، اتنين هنا واتنين هنا عشان هو صدر كبير ما شاء الله يعني، وانت عارفين ان الولاد مش اكيلين قوي زي ما انتوا فاهمين اهو. نازل كده عليها ونطلع، بس انا بطلع الرقبه بقى لوحدها كده، ونقسم برضو الصدر ده اتنين. خلاص ناخد بقى ده كله كله كده على بعضه ونروح على الحوض على طول نغسلها غسله بقى
يعني غسله حلوه قوي قوي قوي. اهم حاجه عشان تشيلي من زفاره الفراخ خالص لازم تغسليها حلو جدا، والدقيق والملح، وتغسليها وتنقعيها وتخليها زي الفل. فانا بعيد عليها كذا مره ليه؟ لان انا بغسلها حلو. وطبعا المكان اللي احنا كنا قاعدين بنغسل فيه بنقطع فيه الفراخ طبعا اتبهدل والرخامه وكده، عشان الاكل يبقى نضيف معاكي ما تسيبيهوش بقى شويه وتقولي لا اما ابقى اخلص طبيخه ابقى لمع الرخامه مره واحده. لا كده غلط، كده اول حاجه غلط. انت لازم تنضفي الحاجه اللي حواليكي اول باول عشان تبقى الحاجه نضيفه معاكي. بصوا انا بنضف الفراخ، بصوا مش عايزه اوصف لك ان انا وقفت على الحوض كده يجي نص ساعه بغسل في الفراخ خلاص، وفي الاخر خالص هنقعها بشويه ميه وملح واسيبها. تعالوا بقى كده نجيب اي منظف عندنا ونمسح كده مكان الرخامه، واي كلور، ميه بكلور، المنظفات اللي احنا جايبينها من منظفات مكه فظيعه 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 فظيعه، فبراحتك انت بقى. خلاص بقى نقطع الخضره بتاعه المحشي اللي احنا هنعمل النهارده، محشي ورق عنب بس مش هعمل كروم. اي نعم الخضره حاساها قليله بس بصراحه هي دي اللي وقفت في البلكونه النهارده عشان حد يجيب لي. بصوا اتبهدلت عشان امير في الشغل فمش بيجيب لي حاجه، وعلي ما كانش موجود فيعني ايه اتعذبت شويه. بصوا كده هنطلع حوالي 3 4 كيلو رز، وعشان نغسله غسله حلوه، وبعدين نعمل ايه؟ نحط، بصوا ده نعناع ناشف، ده نعناع ناشف كده بفرطه على الخضره. النعناع على المحشي يعني بسيط مش كتير بس بيديله طعم حلو. بصوا بقى عايزه اقول لك تفريز ورق العنب، بصي اللون اخضر ازاي، بصي اللون اخضر ازاي. كل اللي انا عملته لفيته في ورق استريتش، ده من ايام كان ورق العنب رخيص، لفيته بصوا واكنك لسه جايباه من دلوقتي من الشجره بتاعته، بجد بجد والله حلو قوي. انا بحط له كده شويه ميه سخنين واسيبه كده مفيش 10 دقايق عمال ما التسبيكه تخلص معانا، بحب اضيف لها كده معلقه صلصه واغطيها وخلاص واسيبها. عمال بقى ما التسبيكه تكون خلصت معانا عايزه اكون قطعت البصل بتاع الفراخ، لان الفراخ اللي بالبصل طبعا بتحتاج كميه بصل قد دي كمان مرتين، بس انا ما كانش عندي بصل كتير. وعمال ما انا اخرط البصل كانت نادين بندقه بقى ربنا يا رب يفرحها كانت بقى بتلم الغسيل وهي بتنشر، وهي اللي كانت مسؤوله عن موضوع النهارده الغسيل واللم والتطبيق والحاجات دي. بصي المنظر بقى اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي ما يتشبعش منه، والله العظيم ما يتشبع منه. عايز اقولك انت كل حاجة راجعة لنفسيتك انت، انت اللي بتقدري ان انت تحبي الحاجة اللي حواليكي، وانت اللي بتكرهي نفسك في الحاجة اللي حواليكي. يعني عايز اقولك بصي المنظر مريح للأعصاب مريح للعين، انا شايفاه مريح للعين ومريح للأعصاب لان انا حابة الحاجة اللي حواليا. في ناس بيبقى عندهم حاجات احلى من اللي عندي 100 مرة وشايفين حياتهم وحشة، دي حاجة راجعة لك انت. عايز اقولك ان عينك هي اللي بتنعكس على شعورك الداخلي، يعني انت لو شايفة ان الحياة حلوة تبقى الحاجة حلوة فعلا في عينيكي. وفي ناس شايفة ان الحياة وحشة واخر عذاب واخر بهدلة، سبحان الله بتتقفل في وشهم والله العظيم فعلا. عارفة انتوا تفائلهم بالخير اهي دي نفس المعنى. بصوا بقى جبت كده، ايه نرجع للطبيخ تاني، جبت كده طاسة جريل وحطيت عليها شوية زيت وحتة سمنة، وهننزل نشوح الفراخ. شغل بس الشفاط اول. بصي تشويحه الفراخ دي، الفراخ اللي بالبصل مدرستين، في مدرسه ما بتشوحش الفراخ وانا من المدرسه اللي بتحب تشوح الفراخ، عارفه المدرسه اللي على ابو الشيره، انا من هذه المدرسه. خلاص كده التسبيكه خلصت معانا، ما حطناش فيها غير ملح، بنحط عليها شويه بابريكا حمراء، بابريكا حمراء، بابريكا حاره، ونقطه شطه صغنطوطين وحبه كمون بس، مفيش وبهارات المحشي طبعا، بهارات المحشي جميله بتتباع عند العطار. قلبي كده تقلبتين وتنزلي كده تقلبي الرز بالخضره باللي انت عملتيه بالنعناع كده على التسبيكه، وتقلبيها كده لما كله يتجانس كده مع بعضه، وبعدين برجعهم تاني في طبق. ونفس الحله اللي انا عملت فيها التسبيكه، بصوا عايزه اقول لك التسبيكه مفيش فيها دمعه ولونها احمر وزي الفل. بحط انا دايما في ارضيه محشي ورق العنب فلفل اخضر وفلفل حامي وبصلايه وليمون اساسي، بس للاسف انا ما كانش عندي ليمون فكنت بعت حد يجيب لي ليمون فاحطه فوق مش تحت، بس هو المفروض يتحط تحت في اعلى الحل. بصوا انا جبت لك كذا لفه بطريقه المحشي، لفه وانت بتحطيها على ايدك على الرخامه، ولفه على ايدك كده زي اللفه اللي احنا متعودينها، وكله بيأدي لك نفس النتيجه. واللفه بقى الترند يعني بتاعنا دلوقتي اللي هو لفينا لفه الجهاز اسمه ايه، الجهاز بتاع لفه ورق العنب. بصي من يعني اهو في ثانيه عملنا جهاز ورق عنب واحنا قاعدين، كيس بلاستيك هتفردي كده ورقه العنب وتحطي كده عليها الرز وتقفلي عليها، وبسكينه تضغطي وتمشي تطلع ماسكه نفسها وزي الفل اهو. بصي زي ما انت شايفه
انتي قعدتي تحشي كده يا نشوى؟ انا بصراحه عملت كده كام واحده، وبعدين لقيت ان انا برضو بعمل محشي جامد قوي، يعني مش محتاجه ان انا الف هذه اللفه، فقمت مكمله على ايدي زي مامي علمتني ونانتي علمتني واهلي علموكي، واهلي انا هيعلموكي ازاي، كل واحده واهلها علموها وانجزنا يعني الموضوع. بصي انا بدي كده للفراخ تشويحه الناحيه دي وتاخد لون كده معانا زي لون الكراميل كده، وتقوم لفها الناحيه التانيه، ونرجع بقى ما تحطيش دايما دماغك وايدك في حاجه واحده، لا في حاجتين ثلاثه اربعه، وانت شغاله ايدك هنا وايدك هنا وايدك هنا، هتتعبي شويه وهتدوخي شويه وهتلفي كده كده كده، بس في نفس الوقت هتحسي ان انت انجزتي معاكي وقت وخلصتي كله 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 مره واحده وترتاحي مره واحده. انا النهارده عملت الغدا وخلصنا الغدا في كلام فارغ يعني وقت بسيط، وخلصنا الشقه وقعدنا بقى انتخنا وقعدنا بقى مع براحتنا، مفيش ورانا اي حاجه خالص، فكان يوم خفيف بصراحه، بجد كان من احلى الايام، كان يوم خفيف جدا 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 يعني. نلف بقى كل ورق المحشي، بصوا انا قعدت اعمل لكم كذا واحده، وبصراحه بقى كملت بايدي يعني، انا قلت بقى كفايه كده بقى اكمل بايدي بقى. ونادين بقى قاعده بتظبط لسه الهدوم وبتطبق الهدوم اللي هي لمتها وبتعين كل حاجه مكانها بقى، هي حافظت نادين خلاص، حفظت الدريسنج بتاعي في يعني. على فكره انا عايزه اقول لكم نادين بتظبط دولابي اكتر ما بتظبط دولابها، ربنا يبارك لها، بس انا المسؤوله عن دولابي اكتر الاوقات يعني، فايه فبتعين كل حاجه مكانها. وقاعده بقى كده تعلق الطرح، لان كنا غاسلين شويه طرح حلوين، وساعات كمان بتاخد طرح في الاوض بتاعتها فبتقوم مرجعهم مكانها، لان احنا بنلبس الطرح سوا يعني، يعني اغلب الطرح احنا بنلبسها سوا. انتوا عارفين بقى الحاجه اللي غيظاني قوي، ان انا ما شفتش الطرحه اللي نادين لابساها دي من زمان، ونفسي دلوقتي البس اي حاجه من بيتي حالا عشان البسها، بجد هموت دلوقتي والبس اي حاجه نفس الدرجه دي عشان البسها، بجد طرحه حلوه قوي قوي قوي، انا بقى انا كنشوه بحبها. خلاص خلصنا الفراخ كده اتشوحت واخدت معانا لون من هنا ولون من هنا، طبعا هي ما استويتش اكيد يعني، طبعا ده اكيد، بس احنا بقى هنسويها بطريقتنا احنا. خلاص شلنا الفراخ بعد ما شوحناها، وكنا مخرطين كميه حلوه من البصل، انا عايزاكي تكتري عن البصل اللي انا عملته، انا ما كانش عندي بصل كتير، يا دوب 3 4 بصلات، انت لا حطي كميه ان شاء الله كيلو كده بصل كده، الاكله دي عايزه بصل كتير. قرن فلفل اخضر عادي، ما فيش فلفل حامي ولا حاجه، قرن فلفل اخضر عادي بقطعه وانزله كده على البصل، ياخد معايا تقليبتين من احلى إن انواع الفراخ اللي انت بتعشقيها واللي انت هتعشقيها هتموتي فيها، الفراخ بالبصل هتموتي فيها، شويه ملح شويه فلفل اسود شويه بهارات فراخ، ما تكتريش قوي لان احنا عايزين الطعم اللي يطغي على الموضوع، طعم البصل التسكيره بتاعت البصل مع الفراخ هتديله طعم حلو. هنحضر بقى الطاجن وننزل كده عليه كل الفراخ بتاعتنا، وبعدين ننزل فوق كده، بصوا عايزه اقول لك ان فظيعه، ننزل بقى فوقه البصل اللي احنا دبلناه ما اخدش 5 دقايق على النار، في نفس الطاسه كده احط كوبايه ميه سخنه، يعني ايه تاخد بس الحاجه اللي في الطاسه اللي عارفه انت البهارات والحاجات دي، احط عليها معلقه هريسه شطه، تاخد بس كده الحاجه اللي في الطاسه والبهارات والتتبيله دي كلها وننزلها كده كده، عايزه اقولك ان الفراخ هتنزل ميه مش محتاجه ميه، بس احنا قلنا ايه ننضف الطاسه يعني. ورق الفويل بتاعك الحلو، وتلفي كده لفه جميله حلوه قوي في الطاجن، والطاجن كمان بيدي طعم حلو للفراخ يا بنات، والله والله الطاجن بيدي طعم حلو قوي. وعلى الفرن على طول، طبعا كان سخن على ايدي فكان صعب شويه، دخلناه على الفرن ورجعنا بقى، كنا احنا لفينا ورق العنب وكان الليمون اجى، عصرت كده ليمونتين من فوق وعليها معلقه صلصه والميه بتاعت ورق العنب، ما تغطيش ورق العنب بالميه، بصي انا بتهزي كده تهزي، ولما تحسي ان ورق العنب اللي فوق ما عليهوش ميه، وحشيت كده كان في شويه خلطه رز، قلت لا احشي كده كان في الافلايه الوان بيدوا طعم حلو وريحه حلوه في البيت والولاد بيحبوه. بعد 3/4 ساعه بالظبط شلت الفراخ، جيت اشوفها لقيتها مستويه جدا، وبصوا الصوص اللي فيها، وكمان معلومه الاكله دي عايزه رز ابيض او رز بالشعريه، هي مش عايزه محشي، لان الصوص ده بيغمس وبياكل فوق ما تتخيلي، بصوا الجمال بصوا الحلاوه، فظيع 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 بجد بجد، هتعجبك قوي 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 الاكله دي. معلقه كاتشب بقى على الوش، يعني احنا بنحط صلصه وسكر وعسل ومش عارفه ايه، ولا هي كاتشب كده السريع، ما تكوني مستعجله في السريع السريع، وتدخليه تحت الشوايه هيطلع لونه جامد جدا. بصوا بقى الجمال، بصوا الحلاوه عامله ازاي، بصوا احلى طاجن ممكن تاكليه في حياتك، احلى طاجن فراخ ممكن تجربيه في حياتك. عايزه اقولك حتى الفراخ من جوه دايبه خالص ازاي، بصوا دايبه خالص ازاي، فظيع فظيع فظيع. والصوص هي عشان سخنه بس مش عارفه امسكها لكم، الصوص رهيب رهيب، بصوا الصوص عامل ازاي، البصل متكرمل كده، شايفه البصل عامل ازاي، بجد 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 من احلى انواع الفراخ اللي انت هتجربيها.
بصوا بقى خلاص الورق العنب خلاص خلص، بشيل كده ايه، انا كنت حاطه على فوق كده ورقه عنب، بتخليه اكنك حاطه طبق مساوي كله مع بعضه ومفيش رز بيطلع. عارفه احنا مع حركه الطبق احنا خلاص ما عندناش بنحط طبق، بنحط ورقايه كده وخلاص اهو. والورق العنب خلص معانا وبقى بصوا اهو يستاهل بوك. وفي نفس الوقت برضو الفلفل الالوان خلص معانا، احلى غدا ممكن تجربيه وهيعجبك جدا جدا جدا. انا خلاص طفيت الاكل ده كله وخلصت اللي ورايا، وهستنى بقى لما علي يجي من مشواره نتغدى سوا. بصوا بقى الجمال والشياكه والحلاوه، يعني الحياه شوبينج، الحياه شوبينج. احلى فستان انا لبسته ولونه زهري ازرق كده على فظيع 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 بجد بجد بجد، كان من احلى الحاجات اللي انا لبستها. وعلى فكره نادين عجبها جدا، وده جاردن كده رهيب رهيب رهيب، قماشته حلوه طري، لابسته انا على شميس. كل الحاجات دي عند الحياه شوبينج علا منصف. الحياه شوبينج الحاجات دي اللي انا جايباها على العيد، كل الحاجات دي انا جايباها منها، لان كمان رايحه كذا مشوار اليومين الجايين، فقلت دول هينفعوني. بصوا نادين طبعا طبعت في الفستان وقالت لي يا ماما انا هلبسه، وانا اخدت ده. كل واحد ايه، والشنطه بتاعتها برضو عندها، والشنط دي كلها كمان عندها، يعني اهي دي كمان الشنطه دي كانت من عندها، فقلت البسها على دي ولا على دي. وقعدنا بقى نختار كده انا وحبايبي. وبصوا ده الطقم الثالث ده، بصوا طقم طالع ترندي جدا جدا، اللي هو الواسع، البنطلون الواسع، القماشه القطن خالص صافي كده واسع جدا من فوق ومن تحت، كل واسع حلو تلبسيه في الصيف ومش محررك، وقطن خالص وحلو. الطرحه تحفه يا بنات، الطرحه نحكي فيها 10 15 الف سنه، تايجر كده وعليها رسمه من تحت، بجد من احلى الحاجات. وكل الحاجات دي صيفي واشيك الانواع، تحفه 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 تحفه. ونادين اخذت الجاردن اللي لبسته، واحنا قعدنا بقى نهزر ونلبس هدومنا من بعض. بجد الحاجه جميله 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 بجد، جربوها وعلى ضمانتي انا. وهستنى رايكم في الكومنتات، تقولوا لي ايه اكتر حاجه عجبتكم وايه احلى حاجه عجبتكم. يلا تصبحوا على خير، ويلا بقى نروح على الحياه شوبينج على طول، نطلب بقى الفساتين والهدوم الحلوه الجميله، واقول لهم احنا تبع نشوه وهي بتعمل الواجب وزياده. بس اللي يشتري بقى يا بنات يشتري بجد، يعني يشتري يشتري بجد، مش يروح يتفقوا كده وفي الاخر ما تشتروش او مش عارفه ايه، فلا حرام. من الناس بتتعب والناس بتشحن والناس بتودي وحرام، يعني نتقي الله عشان ربنا يكرمنا، لان كل واحد لما بيعمل حاجه اكيد بتعود له في ماله وفي رزقه وفي حياته، فما نضحكش على الناس. في ناس تطلب اوردر وما تستلموش، وفي ناس تطلب اوردر وترجعه، فلا حرام، تعب الناس يضيع في الفاضي. وانتوا وانا انتوا يعني انتوا عارفين اخواتي حبايبي ما بيزعلونيش، انا عارفه انا مش هزعل منكم. بصوا بقى شويه الشنط دي كمان لو انتوا عايزينها من هناك عندها، وعندها شنط تحفه 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 تحفه، هتعجبكم حاجات كتير عندها.